اليوم عندنا وإلى نهاية الشهر إن شاء الله 4000 وجبة إفطار. هذه الوجبات تقدم خصيصا مكرمة من مولانا فضيلة الإمام الأكبر ومن الأزهر الشريف إلى الطلاب الوافدين الذين جاءوا من شتى أنحاء العالم. نتواجد بين الطلاب الوافدين وهي رسالة نؤصلها للجميع، ونقول للطلاب الوافدين إن كنتم قد تركتم أهلكم في بلادكم فنحن أهلكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الله أكبر، الحمد لله أندادا يحبونه، احنا النهارده في جامع الازهر عشان اول يوم رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. عشان نصلي التراويح دي بنستناها كل سنه من سنه للسنه. طبعا رمضان في الازهر ليه روحانيات خاصه، الازهر مناره العلم والعلوم، فبيبقى ليه روح تانية كده خصوصا في صلاه التراويح وصلاه الفجر.